لسه مكملين مع حضراتكم. هنشوف الاول تصريحات لشروق السيد لاعيبه فريق وادي دجله لكره قدم سيدات، واللي انتقلت الى نادي اولمبيا كلوج الروماني على سبيل الاعاره لمده عام، وهتلعب معاه في بطوله دوري ابطال اوروبا للسيدات، وتكون اول لاعيبه مصريه تشارك في هذه البطوله. بعد كده هنستقبل ضيوفنا الكبار، الاستاذ الكبير استاذ محمود صبري، الاستاذ الكبير استاذ شريف عبد القادر. خليكم معنا. انا شروق سيد، عندي 22 سنه، بلعب في وادي دجله، بس الحمد لله جالي عقد احتراف في رومانيا في نادي اسمه كلوج روماني، وهشارك معاهم في دوري ابطال اوروبا. انا اتفاجئت باللي حصل بصراحه، يعني انا بودع زمايلي يمكن اصعب لحظه تقريبا هتعدي عليا، بس ان شاء الله هيكون في حاجه كويسه للكرة النسائية في مصر عموما. يعني تكريمي النهاردة هو مش بس الوادي دجلة عموما، هو بس المنظومة الكرة النسائية كلها، يعني هتغير حاجات كتير قوي في الفترة الجاية، ان احنا بدأ يكون في لاعبات مصرية كتير محترفة، فده هيفتح مجال كتير قوي للكرة النسائية في مصر، وكمان المنتخب يعني مش أندية بس. احنا بقالنا 13 سنة شغالين في ان احنا الدوري اي بطولة ندخلها لازم البطولة دي تبقى بتاعتنا. اتعودنا في وادي دجلة على اي بطولة دوري، اي بطولة كاس، لازم اي حاجة من دي لازم نحقق فيها على الاقل مركز اول، يعني مركز تاني تالت الكلام ده لا احنا خالص، احنا متعودين ان احنا في دوري خلاص، احنا ناخد دوري كاس، احنا الكاس بتاعنا. وان شاء الله انا واثقة في الفرقة ان هي تعمل حاجة كويسة في دوري ابطال افريقيا، ويطلعوا بصورة كويسة يعني.